تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بيوم مولده، وأدلكم على السنة في الاحتفال بالمولد، لا يطيقها إلا أهل السنة ويعمى عنها أهل البدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، كان يواظب على صيام يوم الاثنين. فلما سئل وقيل له: يا رسول الله، نراك لا تدع صيام يوم الاثنين، قال: هذا يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مات أيضا في يوم الاثنين، في 12 من ربيع الأول، فمات صلى الله عليه وآله وسلم في مثل يوم مولده. والآن لو أن رجلا عنده ولد وحيد يحبه أكثر مما يحب نفسه، فكان في حال حياة ذلك الولد يصنع له عيد مولد، فقدر الله تبارك وتعالى أن يموت ولده في نفس اليوم الذي ولد فيه، أتراه يحرص بعد على الاحتفال بمولده بعد وفاته وقد مات في نفس اليوم الذي ولد فيه؟ من أراد أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فليصم يوم الاثنين من كل أسبوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين وأخبر أنه يوم ولد فيه. هل يطيق هذا من يكون مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى؟ هذه السنة. فمن أراد أن يحتفل بيوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصم يوم الاثنين من كل أسبوع. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا والمسلمين جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يطهرنا والمسلمين جميعا من الشرك والبدعة ومن المعصية ومن الكبائر والصغائر واللمم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.